إن أعداد السيارات في تزايد كبير مقارنة بعدد محدود جداً من الأماكن المخصصة للانتظار، مما لا يتناسب مع الحياة العصرية التي نعيشها اليوم. وانطلاقاً لإيجاد حلول لأزمة مواقف السيارات، فقد احتلت شركة دونغيانغ الكورية الصدارة في إيجاد حلول ذكية وعملية لهذه الأزمة. فمنذ أكثر من 30 عاماً وهي تعمل على تطوير العديد من مواقف السيارات الآلية، ولعل أبرزها نظام سمارت باركينغ، والذي تم استخدامه في العديد من دول العالم مثل روسيا، رومانيا، سنغافورة، ماليزيا، اليابان وكوريا الجنوبية، وقد أثبت كفاءته يوماً بعد يوم. لذلك سمارت باركينغ هو أفضل خيار لمواجهة تكدس مواقف السيارات. اليوم سمارت باركينغ ليس مجرد فكرة، بل أصبح واقعاً فعلياً في الكويت عن طريق شركة إكسيد للمقاولات. سمارت باركينغ يمكنك من مضاعفة المساحة المخصصة لسيارتين حتى 8 أضعاف، أي 16 سيارة في مساحة سيارتين فقط، وعلى نطاق أوسع في المساحة المخصصة ل13 سيارة يمكن استيعاب 100 سيارة. سمارت باركينغ نظام صديق للبيئة، فهو يقلل من انبعاث العوادم. ففي ساحات الانتظار التقليدية تنبعث من السيارات عوادم تصل إلى 39.5 طنًا في السنة من غاز ثاني أكسيد الكربون، بينما في المواقف الآلية تنبعث فقط حوالي 6.3 طن في السنة. سمارت باركينغ يحمي سيارتك من السرقات ويقيها من الاصطدام بسيارات أخرى أثناء الاصطفاف، وكذلك يحميها من الفيضانات. نظام سمارت باركينغ له مميزات أخرى عديدة، ومن أهم هذه المميزات أن عملية تركيبه تستغرق فقط 5 أيام، بدءاً من تجهيز الموقع، مروراً بتفريغ مكوناته الأساسية، ثم تأتي عملية الرفع والتجميع للهيكل الحديدي والمكونات، انتهاءً بوضع اللمسات الأخيرة، ثم اختبار وتشغيل النظام. عملية إيقاف سيارتك داخل نظام سمارت باركينغ من أسهل ما يمكن بمساعدة أجهزة الاستشعار المرئية والصوتية التي توجهك لإيقاف السيارة في الوضع الصحيح، وبمجرد الضغط على لوحة التحكم يقوم النظام بإيقاف سيارتك أوتوماتيكياً. أما بالنسبة لاستعادتها، فيكفي أن تختار الرقم المخصص لها من لوحة التحكم، ويقوم النظام باستعادتها تلقائياً في مدة لا تزيد عن 90 ثانية على أقصى تقدير. وبمساعدة المنصة الدوارة يتم توجيه سيارتك لاتجاه الخروج الصحيح مباشرة. يعمل النظام في كلا الاتجاهين، سواء في اتجاه عقارب الساعة أو عكسها، بناء على أيهما أسرع لاستعادة سيارتك. سمارت باركينغ يمكن تنفيذه بعدة طرق ليناسب تصميم موقعك، فهنالك العديد من التصميمات التي تمنحك القدرة على استيعاب أكبر قدر من السيارات في مساحتك المخصصة للانتظار. هناك أيضاً الكثير من الخيارات، فسواء رغبت في إقامة النظام بهيكله الحديدي التقليدي، أو أردت إضفاء لمسات من فن العمارة الحديث على واجهته ليتناسب مع المباني المحيطة به. تقدم شركة إكسيد فئتين من نظام سمارت باركينغ، فئة SL للسيارات الصالون والتي تتراوح ما بين 6 إلى 16 سيارة، وأيضاً فئة SU للسيارات الدفع الرباعي التي تتراوح ما بين 6 إلى 12 سيارة. النظام لا يقتصر فقط على تقديم حلول ذكية لاصطفاف السيارات، ولكنه أيضاً يشكل مصدراً كبيراً للدخل. فمن الممكن استغلال سمارت باركينغ وتأجيره كمساحة خاصة لاصطفاف السيارات، وكذلك يمكنك من استغلال واجهاته كمساحة إعلانية بوضع شاشة LED توفر عائداً على الاستثمار قد يصل إلى 800% سنوياً. مع سمارت باركينغ، فكر بذكاء، توسع بذكاء.